سلام، اهلا مشتركاتي حبيباتي كاع اللي راكم تشاهدوا فيا، مرحبا بكم. اليوم الزوج تاعي رايح يعطيكم احلى طبق غراتان في الكوكوت اللي معتمدتها. شوفوا صدقوني كي تجربوا تحكموا، بنينه بالبزاف روعه، مذاقها رهيب بمكون مميز وسري ما يخطرش حتى على ابليس. ايوا فوالا، رايح يبدا معاكم. اهلا محمد. لا لا ما هذاش لا ماشي هذا، ملعقه صغيره من المارغرين او الزبده. هنا هنا الكوكو تاعنا درناها تسخن غير باش تذوب لنا المارغرين تاعنا ولا الزبده. فوالا كيما راكم تشوفوا شوفوا لذيذة جد والبنينة بالبزاف، يعني ضيف الغفلة ولا الدراري ولا ولادي يحبوها يموتوا عليها. خفيفة وهايلة وبنينة وحاجة روعة. كي نسدفو البطاطا واش نديرو؟ نديرو الملح، قرصة ملح ياك، ونزيدو قرصة فلفل الكحل ماتجيش حارة بزاف، ومن بعد نديرو قرصة تاع توابل الشاورما، هي أب يعني ماشي حاجة كبيرة. بعد فرماج، فرماج هو المعروف هذا، ماكش لي ميعرفوش، ياكلو الدراري. يقولك ميعرفوش غير باش نزعقوا. هي هاكا بالخف باش ما نطولش عليك. ومن بعد معاك خام فخاش كريمة السائلة. ايه كريمة السائلة، غير تدويرة خفيفة ماشي حاجة ماشي بزاف. ومن بعد الحليب، شوية حليب ماشي حاجة ماشي بزاف. هاي كيفاش تكون كمية الحليب وشوية فيه. من بعد نزيدو المرو، نزيدو البطاطا، نزيدو الطبقة الثانية. بعد ما عاود الطبقة الثانية تاع البطاطا، نزيدو نفس المراحل، نزيدو الفرماج، نزيدو زوج، زدنا زوج حبات زوج. من بعد نزيدو الملح، الملح لازم نديرو الكمية اللي تجي مساوية باش ما تجيش صامطة وما تجيش تجي بنينة. نزيدو شوية فلفل كحل، قرصة فلفل كحل، وتوابل الشاورما كيما العادة. ومن بعد نديرو الكريم فريش، ومن بعد الحليب، ومن بعد نهزو الكوكوت، نهزو نهزو هزة ولا زوج باش ما تلصقش. من بعد اللي حضرناها نحطوها فوق النار، نار قاوية، ونغطوها. كي تبدا تغلي
نقصوا لها النار شويه ومن بعد نعطيو لكم كيفاش تكون. هو طابت يقل من 10 دقائق ها هو تيو كيما كتشوفوا ها ها بعد روخ روخ شوف نديرو لها نديرو لها فرماج كيما الفرماج اللي ما عندكش معليش تجبنينه بلا فرماج واش هو الفرماج هذا شي دار لا بلي ما عندهاش يدير بلا ما يدير كاع بلا ما يدير تجبنينه حنا نزيدو شو الاوبشن شو الحاجه باش نزيدو نبنو باش تجبنينه جيت تتكسل واللي ما عندهاش لا كريم فراش سي با بين يديرها حنا درناها باش تجي خاطره وجبنينه هذا بكر والسلام عليكم بصحتكم. من بعد اللي درنا الفرماج رابي غير قيس ما يذوب سي بون خلاص طيب ما طولش 30 ثانيه طيب واللي ما عندهش لا كريم فراش سي با لا بين يديرها هذيك باش نزيدوا البنه ونزيدوا باش تجي لينه وتجي مليح هذا السلام عليكم. ها هو انا ولينا ها هو الطبق تاعنا بجد شوف بنين بزاف وانا نوصي النساء اللي عندهم رجالتهم مستنين ما كاش راه طري بزاف يعني دائما يقول ديري هيا والسلام عليكم وصحتكم الدراري الدراري يحبوه بزاف ثاني انا ولادي يموتوا لا شوف بنية هذا يحبوه بزاف عندك شي الدراري شوف بنية كما بحالي انا هيا بخير على خير مع السلامة مع السلامة حبيبتي في أمان الله هيا تهلا في الزعيمة تعرفوا شو تكثرونا هيا بقاو على خير حبيبتي نحبكم نموت عليكم والله جربوها بنينة بالبزاف صدقوني ما تشبعوهاش روعة 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 جربوها وكتبوا لي نبغيكم تكتبوا لي في التعليقات باي باي مش كيف تكتبوا لي في التعليقات يعني انت طيب فيها شوفوا وخلاص انا طيبتها